بص معايا كده، بيجيبوا الكلب ويدهنوه دهن خنزير لحد ما يصفر عشان يعملوا منه حواوشي. طب ازاي؟ شيء غريب جدا. صلى على النبي. بعد كده يغسلوه عشان لو في ميكروبات دقيقة. الصراحة النظافة حلوة، بيظبطوه، حاجة غريبة جدا. بعد كده يقطعوه بالساطور، وهتشوف ازاي يعملوا حواوشي من الكلاب عشان تخلي بالك. صلى على النبي. انت مش بتصلي على النبي اللي في التعليقات؟ هوريك حاجة مهبرة جدا، وانا من ساعة ما شفتها مهبور وفي قمة الانبهار، في قمة الانبهار. شوف شوف، يعني دي دودة خطيرة جدا في لحمة الكلاب، فالصراحة مضرة جدا. ورغم كده مصرين يعملوا من لحمة الكلاب حواوشي. بعد كده زي ما انت شايف بيفرموا اللحمة، دي مرحلة الفرم الكاملة للحمة. شيء غريب، شيء عجيب جدا. انت مش بتصلي على النبي ليه في التعليقات؟ صلي على النبي. هوريك حاجة مهبرة جدا وحاجة غريبة جدا، عشان الناس اللي بتاكل في الشارع وبتاكل من الشارع، شايف طالعة معجونة بطريقة دقيقة ومحكمة. شيء غريب وشيء عجيب جدا. ودي مرحلة التقطيع للحم عشان يجهزوها ويودوها المطاعم او يصدروها للدول الفقيرة. شايف شايف المطعم هنا بيحطوا لحمة الكلاب توابل، بيحطوا عليها توابل عشان محدش ياخد باله، توابل ذكية جدا. شايف بيعجنها بطريقة محكمة، حاجة غريبة. وبعدين يحطها في الرغيف، شيء عجيب وشيء غريب جدا الصراحة. عشان الناس اللي بتاكل حواوشي في الأماكن اللي المجهولة تخلي بالها يا جماعة. بص معايا كده، وبعد كده يحطهم في الفرن، هنشوف حاجة غريبة جدا. كده استوت. بص حاجة غريبة، يعني انت مش بتصلي على النبي ليه في التعليقات؟ شوف بتاكل ومتاخدش بالك ان دي لحمة كلاب او حبير او بقري. شايف ازاي؟ شايف، ما حاجة غريبة جدا، حاجة عجيبة جدا، حاجة محدش ياخد باله خالص منها يعني الصراحة. وممكن في السوق الاصلي بتاعهم بيبيعوا الكلاب دي في السوق، شوف عارضينها ازاي، حاجة غريبة جدا. انا مخبور وفي قمة الانبهار، في قمة الانبهار صراحة يعني. شايف، ويقطع راسة عشان يطلع مخ الكلب، عشان مخ الكلب الصراحة غالي جدا، حاجة عجيبة، حاجة غريبة جدا. هذا الكائن الصيني دي بيبيعوا رجول الكلاب، والرجل الواحدة غالية جدا، كلاب ذكر. الصراحة أنا مهبور وفي قمة الانبهار، شيء غريب جدا وحاجة عجيبة جدا. أنت مش بتركز معايا ليه؟ ركز معايا. دي بقى الكلاب النتاية، الكلاب النتاية يا جماعة مش غالية الصراحة يعني. بص معايا، أنت مش بتبص ليه؟ والرجول بتاعتها برضه رخيصة، شيء عجيب، شيء غريب جدا. هذا الكائن الصيني العجيب والغريب. ويقطع الكلب بدون جوانتي، يعني شايف الصراحة مفيش نظافة، مش لابس جوانتي، حاجة غريبة وحاجة عجيبة لهذا الكائن الصيني. كائن مفرهد، سموه العلماء الفرهود الذي يأكل أي شيء. طب بص معايا، أنت مش بتبص ليه؟ دي الدودة يا جماعة الخطيرة اللي في الكلب، ويبيعها لوحدها، شيء عجيب، لأن برضه تعتبر غالية. حاجة غريبة جدا وحاجة تخوف الصراحة، شيء مرعب جدا. انت مش بتبص ليه؟ بص طيب هوريك حق. انت مش بتبص ليه؟ بص هوريك حاجة غريبة جدا. وصلى على النبي في التعليقات، صلى على النبي. دي القوارع بتاعت الكلاب غالية جدا، والصراحة عشان اكون صريح معاك لا انصح بهذه الاكلات، لا انصح.